كنز الرجال يطلع نصيب الواحد ما سكره ما عيطش لابوليس. هيا جاري وتاكل عليا باش نوصل بسكرا حيزوج واحد من بنات ولد امها. راجلك كيفاش؟ ناس مليح مش كيما انا. واحد المرة جات سكتت بحدا دار اختي حكات كي كانت في الجبل مخطوفة. صح انا علاش؟ بيقول انت واحد من الجماعة. ساعات نقول كل شيء حابس حتى حاجة ما رايحة تتبدل. يا إله يا الله يا الكريم الله يا المحبوب الله يا إله يا الله ويا مولى إدريس En attendant les hirondelles, film franco-jazaïri min ikhraj Karim Moussaoui sanat 2017. Film drami ou d'or ahdatha ou biljazaïr. Ou yjma al film tlit riwayat mختalfa. L'qissa l'oula tetkellem ala shakhs asmo Mourad, mutawir aqari ou promoteur immobilier. Nchouf annaou y'amel kul juhd dialou bach ibni mustaqbel ibn dialou min tariqatih al-firansiyya. Fi dhil mashakil a'iliya ou mashakil hayat liyoumiya ou awda' al-blad. أما القصة الثانية تدور أحداثها حول سائق مراد المدعو بجليل اللي رافق أسرة حبيبته السابقة إلى مدينة بسكرة لتتم تقاليد زواجها بشخص ربما ما كانت بيناتهم علاقة حب كالتي جمعتها بجليل من قبل. وعندها راح تكون في حيرة بين إما تعاود تولي لجليل أو تكمل مراسم زواج ديالها. وش من لعب؟ وش من لعب؟ خليني لحم بابك. أما القصة الثالثة تتكلم على الطبيب دحمان اللي كان تاريخ زواج ديالو قريب لكن فجأة يلتقي بقريبه كمال ليحكي له عن قصة امرأة كانوا خطفوها في وقت الإرهاب وأن الطبيب دحمان متورط في هذا الاختطاف. فجأة يصطدم الطبيب بالماضي وهل صح كانت عنده علاقة مع هذا الاختطاف؟ وباش يعرف الحقيقة يذهب طبيب دحمان للبحث عن هذه المرأة في أحداث بزاف شابة في الفيلم. راه يتحوس على واحد من الجماعة هذوك هنا. صح انا علاش؟ بيقول انت واحد من الجماعة هذوك. راهي هبلت هذه. شكون قال بلي انا كنت معهم؟ كانت بعض اللقطات في الفيلم تكريما لبعض المغنيين ومن اشهرها فرقة الراينا راي وظهور لطفي عطار في مشهد غير منتظر وربما كان أجمل مشهد في الفيلم بعد غياب طويل عن الساحة الفنية مؤديا أغنية يا زينة ديري لاتاي التي حققت نجاحا واسعا في فترة سابقة. الفيلم كان يضم ممثلين كبار على غرار الممثلة المسرحية المتوفية سونيا والفنان المتوفي محمد جغري والفنان الكبير حسن كشاش وظهور الممثلة نادية قاسي بعد غياب طويل على الشاشة. واحد نهار جا العسكر داروا راتيساج هادوك الاخرين هربوا وخلاوني وكي العسكر لقاوني فهموا بلي كنت بالجوف. الفيلم ترشح لمهرجان كان 2017 ومهرجان قرطاش لنفس السنة وتحصل على جائزة إبداع من مؤسسة غون الفرنسية. الفيلم راه متوفر على موقع إيجي باست وراكم تلقاوه الموقع في صندوق الوصف.